العشاب مطعم عنده ما يقارب 40 سنة في مدينة طنجة. سر النجاح ديالو هو السماك فيه الأعشاب ومشوي على الفحم، والسر الثاني هو طريقة تقديم الأطباق والتسلسل ديالها. وفي إطار تقريب الإدارة من المواطن، العشاب فتح في مدينة الدار البيضاء وبالضبط بشارع بيرنزران. هاد الفورمول الثمن ديالها 220 درهم، كتجي لونطخي في الأول فيها سوب ديال الحوت، الفواكه الجافة، وعاد واحد العصير فيه أكثر من 10 ديال الفواكه وزائد لي فخويسك، وكيطيبو 24 ساعة فوق الفخر، وموراها كيبردوه. من بعد لونطخي كيجي الطاجين الأول، فيه لي فخوي دماغ مع لي زيبيناغ السبانخ. بيان سور مع هاد اللعيبات كيكون الخبز بلدي البطبوط والمسمن، وفاش كتساليو الطاجين كتجي الحوته. عطاونا باج رويال بالعشوب ومعاه بروشيت دو طون، المذاق ديالو كان يا سلام. هادشي كامل وباقي ما ساليناش. من مورا السمكه كيجي اتي بالعشوب لي فخوي سيزون، دشيشه بلديه بالاعشاب، فوق منها اللوز والعسل الحر بالاعشاب. ورا هادشي علاش سموه العشاب؟ من غير لا فورمول تقدروا تاكلوا على كارت، بحال ريغامونتي ب 80 درهم، بروشيت دو طون ب 45، سان بيير، دوغاد، لوباغ، واسماك اخرى مشويين كيديروا 120. ايوا بارك عليا، تحيه خصوصيه.